أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة أونجلي بالدارجة. كنعتذر على التأخير في التعاطي مع التصحيح ديال الامتحان، لأنني ما كانش عندي نسخة ديال الامتحان الوطني. يعني كانت إجراءات مشددة، يعني حتى المداوم الأستاذ المداوم ما كيبقاش كيحصل على، ما بقاش كيعطوه نسخة. يعني حتى كتنتهي الامتحانات ديك الساعة عادي يمكن لك تحصل على نسخة. الآن كمصحح حصلت على نسخة، وانا الان كنسارع باش نقدم لكم يعني التصحيح حسب ما قدمته، حسب يعني النص ديال التصحيح ديال هذا الامتحان اللي عطاته وزاره التربيه الوطنيه. على عين ندخلوا التفاصيل. عفوا، فوالا. دونك الامتحان هو هذا، الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدوره العاليه 2016، مسالك الشعب العلميه والتقنيه. يعني غدا ان شاء الله غادي ندير لكم التصحيح ديال الشعب الادبيه. التكست غروسو مودو تيهضر على واحد الشخص كاميروني على ما اعتقد، كان صايب واحد الجهاز، واحد الطابليت اللي كي يحدد الحاله ديال المريض المصاب بالقلب، وكيرسل يمكن لك ترسل دوك المعلومات، والمعلومات والطبيب بناء على دوك المعلومات اللي كتصيفطوا عبر الانترنت كيصيفط العلاج للممرضه المكلفه بذاك المريض بلا ما يتكلف عناء التنقل الى يعني المكان اللي كيتواجد فيه الطبيب. داكوغ، ندوزو للتصحيح ديالنا. عفوا، بعد قبل ما ندوزو للتصحيح كاين الاسئله، هي هذه الكاسيد هنا: base all your answers on the text. يعني الاجوبه ديالك خصها كلها تكون كلها مرتبطه بالنص. هنايا السؤال الاول: choose the best title for the text. اختار واحد العنوان مناسب للنص. احسن من كاين عندكم هنا ثلاثه ديال الاقتراحات: a new medicine for heart disease، دواء جديد دواء مرض القلب. a new way to manage hospital، طريقه جديده لتسيير المستشفيات. وعندنا a new medical invention. من طبيعه الحال الجواب هو هذا، هو الثالث: a new medical invention. كما كتلاحظوا هنايا هانت عندكم a new medical invention، هذا هو الجواب الصحيح. نمشيو للسؤال الثاني: are these statements true or false justify. عندكم هنايا Arthur Zhang got knowledge of electronic online، حصل على المعهد Arthur Zhang حصل على المعلومات ديالو حول الالكترونيات اونلاين، يعني من الانترنت. طبيعة الحال الجواب هو True. جواب True. How are true? والجستيفيكاسيون، الجستيفيكيشن هي I learned a lot from an online free program on electronics. ها هي، باش مابقاش نمشي ما بين الوراق غادي ندوز معكم التصحيح مباشرة. الجواب الثاني False. كان كيهضر على البنك، واش البنكة قدمت له التسهيلات اللازمة؟ لا، خطأ. False. They wanted all sorts of guarantees، يعني طلبوا منه جميع انواع الضمانات اللي تصور لك على البال، اللي طيح لك واللي ما طيحلكش على البال. السؤال الثالث: داك الشخص، واحد الشخص مريض تما طلبوا الراي ديالو، سميتو هاو مافو ابيني از بوزيتيف اباوت ذا كارديوباث. هاد مافو ابيني واحد المريض، واش هو عنده واحد وجهه نظر ايجابيه حول هذا الكارديوباد، هذا التابليت اللي صايب هذا الشخص هذا؟ واش عنده واحد وجهه نظر ايجابيه؟ طبيعه الحال نعم، ترو، لانه قال ذا كارديوباد سيفز مي تايم اند ماني، كيوفر لي، قال بان هذا الكارديوباد يوفر لي الوقت الزمن والفلوس انا التنقل المصاريف ديال التنقل. نمشيو للسؤال سي، لا سيكسيون سي، انسرين كويشنز. عندكم رقم واحد، السؤال هو كيفاش how did Zhang get the idea of the cardiopad، كيفاش جاتو هذه الفكره ديال هذا الكارديوباد، هذا الجهاز هذا اللي اخترع. جاتو الفكره يا سيدي while he was watching a television program about electrodiagraphs. جاتو الفكره ملي كان كيتفرج واحد البرنامج في التلفازه حول الالكتروكارديوغرافس، هاد الاجهزه اللي كتضبط النبض ديال القلب، اجهزه الكترونيه بطبيعه الحال، اللي كان كيتفرج برنامج خاص بهاد الاجهزه هادي. السؤال اللي من بعده:
What does the heart specialist do with the information he or she receives from the nurse? اشنو تيدير الاختصاصي في امراض القلب ملي كيتوصل بدوك المعلومات اللي كتصيفط للممرضه عبر هذا الجهاز؟ شنو كيدير بهم؟ شنو تيدير بهم اسيدي؟ قال لك اسيدي the heart specialist makes diagnosis كيدير تشخيص and sends it back وكيصيفطو كيرجعو with the prescription كيرجعو بواحد الوصفه وصفه ديال الدواء to the nurse وكيردو لك كياخذ المعلومات كيدير تشخيص وكيصيفط دوك المعلومات باك يعني كيردهم ليها هذيك الممرضه اللي صيفطاتهم مرفوق بواحد الوصفه ديال الدواء. نمشيو للسؤال الاخير في هذه لا سيكسيون. How did Zhang collect money for his project؟ كيفاش هاد زانغ هذا جمع الفلوس للمشروع ديالو؟ جمع الفلوس اسيدي شنو دار؟ He posted a video about his project on Facebook to raise funds. لانصا واحد الفيديو في فيسبوك باش يجمع التبرعات. هكا دونك مشيو سيكسيون دي. Complete the following sentences. اكمل الجمل الاتيه. ملي عطيكم هذا السؤال هذا كمل الجمل الاتيه. اما كتهز الجمله حرفيا من النص ولكن اتونسيون ديال لا غرامير خصها تو خصك هنا تسق مثلا الفيرب فهمتي ماشي غير تجي وتحط الفكره هكا. قال لك اسيدي هنايا with the cardiopath heart patients in distant areas no longer need to. قال لك مع هذا الجهاز المصابين بامراض القلب اللي ساكنين في البلايص البعيده ما غاديش يحتاجوا اش لن يحتاجوا ان يفعل كذا يفعلوا كذا. اذا شوفوا شنو الجواب شنو تيقول. They don't need to اش فوالا شو انا قلت لكم فيرب to travel to urban centers to seek medical examination. ما يحتاجوش يسافروا للمناطق الحضاريه لتلقي العلاج او الفحص. داكو نمشيو السؤال اللي من بعده. Zhang is not interested in making money, but Zhang ما مهتمش يعني باش انه يدير الفلوس ولكن اش مهتم باش interested in هذا. He is not interested in making money, but he is interested in finding better ways to help improve or in improving people's lives. يعني الجواب اما improve ولا improving. To improve la in improving or la ima in finding better ways to help improve people's health or la in finding better ways to help in improving people's lives. Mawa matem need تسهيل الحياة أو تحسين الحياة ديال الناس ما تهمش بالفلوس. نمشيو لا سيكسيون E. إذن واخا فوالا لا سيكسيون E شنو تقول. Put the verbs in brackets in the correct tense. عفوا ماشي هاد let's see je crois كاين هذا choose the best title voilà language. Put the verbs in brackets in the correct tense. صرف الافعال بين قوسين. شنو عندكم هنا by June to 2018. اشنو قلت لكم ملي تشوف هاد by وتشوف واحد التاريخ لاحق دونك عارف بان غادي الفيوتشر بيرفكت. وإلا كانت عندك ديك فور هنايا زائد واحد المدة زمنية غادي الفيوتشر بيرفكت كونتينيوس. هنا ما عندناش ديك فور دونك هنا غادي غير الفيوتشر بيرفكت كونتينيوس وغتولي عندك هيا عفوا أنا مشيت نقصت الجراما مازال واقيلا شي حاجة ما عالجناها. التي نقزنا سؤال. اذا استمر معكم كنسيت شي ورقي ما سكانيتهمش دونك التمرين او فايند ذا تكست ووردز اور فريزز ذات بي ذا سيم اس. قلب على مرادفات او عبارات كتعني هادو. عندكم ليميتد باراجراف 2 ليميتد المرادف ديالها هو ريستريكتد اللي غادي نلقاو هنايا هي ريستريكتد هي ريستريكتد والثانيه كاين لوك فور يعني يبحثوا هي سيك يقلب يبحث عن وعندنا اكسبرت خبير اللي هي المعنى ديالها
المرض ديال الموجود في النص هو عفوا هو سبيشاليست. ها هي داكو. مشيو للتمرين اللي بعده. مشي what do the underlined words in the text refer to؟ عندكم هاد them كتعود على the results. ها هي او the results of شي حاجة، ماشي مشكل. عندكم الكلمة اللي موراها which كتعود على tablets. ها هي لي تابلت. نمشيو للتمرين اللي موراه. language give the correct form of the words in brackets. اعطي الشكل الصحيح للكلمه بين قوسين. هنايا عندنا Morocco was the first country in the world to recognize. المغرب هو اول دوله في العالم اللي اعترفت ب ال. اللي كتكون هاد ذ ال اش غيكون موراه؟ اسم. شنو هو الاسم اللي جاي من independent؟ هو independence. ها هي independence. عندكم developing renew energy is among priorities of the Moroccan government. ستوير اش شي ادجكتيف هنا الاصل ديالو هو renew energy طاقه. عندنا هنا اسم وما عندناش مورا هاد developing موراها ما كاينش شي تو ولا شي حاجه. دونك هذا غنوصفو به هذه developing تنميته الطاقة المتجددة renewable فينا هي ها هي renewable. للأسف الشديد خلال التصحيح كنلقى شي واحد كاتبها بلا أ هنايا، شي واحد كاتب ما بين أ ما بين بي والال. أركزوا الله يخليكم في هاد المسائل هادو، راه مهم، راه حرف واحد كيطير لك كل شيء. نمشيو للتمرين اللي موراه. Fill in the gaps with appropriate words or phrases from the list. هنا غتعمر الفراغات بكلمات من هاد الليست اللي عندك هنايا. عندنا هنايا problems، عندنا disasters، عندنا areas. عندنا هنا many in the United States have been struck by the hurricane this year. مجموعة من في الولايات المتحدة تم ضربها الإعصار هذا العام. شكون هما مجموعة؟ شكون اللي ضربها الإعصار؟ مجموعة من الكوارث disasters، مجموعة من المشاكل. واش المشاكل كيضربوا الإعصار؟ لا. شنو بقى لنا؟ areas المناطق. دونك هنا غنديروا areas هي اللي غتلقاو في التصحيح. هنايا MSF Medicines Sans Frontier Medicine Sans Frontier. إذا هذا الاختصار شنو هذا M؟ هاهي Medicines S Sans وهذا F Frontier. إذا هذا الأكرونيم هذا اش كنقولوا؟ Stands for يعني او ينوب عن او يعني المعنى ديالو بحال كنقولوا الفاو. فاو ستاندز فور ذا عفوا فود اند اجريكلتشر اورجانيزيشن، منظمه الاغذيه والزراعه. يعني ستاندز فور هي يعني هذا الاختصار يعني ستاندز فور او ينوب عن. دونك ستاندز فور هنايا هذا الاختيار الثاني. هنايا سي فيل ان ذا جابس ويذ ابروبريت ووردز اور فريزز فروم ذا ليست. ميم شوز هنا عندنا relative pronouns. عندكم whose whom which. كما قلتكم في الدروس السابقة راه هم بحالها بحال هو بحال. حيد هذه وهذه. شوفوا هنا محاول حسين نشوف محاول حسين. نشوفوا هنايا everyone calls كل يناديه. دونك ما عندناش علاقة ما بين هذه وهذه، ما كاينش علاقة ملكية تنفات. which هذا عاقل اذا تنفات بقات هم هي اللي غنديروا هنايا. نمشيو لرقم جوج. many people today can't imagine. وعندنا هنا without their mobile phones. مجموعة من الناس ما كيتخيلوش اش imagine. هنا الدرس ديال infinitive and gerund. واش نديروا infinitive to ولا gerund بلا ing؟ عندنا to live living will live. من طبيعة imagine كتبها living. Can't imagine living without their mobile phones. ندوزو للتمرين ديال الاخر ديال conjugation ديال tenses. Put the verbs in brackets in the correct tense. صرف الافعال بين قوسين. By June 2018 قلت لكم اللي تشوفوا by تابعها تاريخ لاحق يعني غادير هنا future perfect. وهنا شنو غتولي عندنا؟ will have completed.
ويل هاف كومبليتد، غتلقاوها في ورقه ديال التصحيح. ويل باش ما نبقاش نمشيو نجي ما بين ورقه التصحيح، غنختم هنا ويل هاف كومبليتد. كنصحكم تيليشارجيو الاوراق ومن بعد تبعوا لا فيديو. ويل هاف كومبليتد، ها هي هنا ويل هاف كومبليتد في النهايه. هيا will have completed. والثانية ليلى first meet her husband when he was at university. هنايا كنقلبوا على شي مؤشر كيدل على الزمان. her husband when he was at university، عندما كان. دونك هنا الباست مات، مؤشر ديال الباسي مات. ام او تي. تمرين ثالث rewrite the sentences beginning with the words given. هذا ديال جمل ديال التحويل ديال passive or reported speech الى اخره. ولا ديك although in spite of. احمد الصفريوي wrote la boîte à merveilles in 1954. دونك هاد ابداو لنا هما باش la boîte à merveilles، يعني الباسيف فويس. غنقولوا الباسيف فويس عفوا la boîte à merveilles، عندنا الفيرب wrote في الباسي. دونك غنستعملو تو بي في الباسي اللي غيتلاقى مع هذا اللي هو ووز ماشي وير. لا بواط ا ميغفي راه سميه وحده، سميت روايه. لا بواط ا ميغفي ووز ريتن ان 1954 باي احمد صفر صفر. ما تهمش ديروا ديك باي ولا ما ديروهاش، راه قلتها لكم من قبل. ها انتما شوف التصحيح علاش مركزين. ها انت ووز ريتن، ما تهمش دير باي ولا ما ديرش، المهم هو هذا الجروب فيربال هذا. لا بواط ا ميغفي ووز ريتن. نمشي للاخرى. despite being an expert Jim couldn't recover his files from his hard disk. رغم كونه مختصا لكن جيم لم يستطع استرجاع ملفاته من القرص الصلب. عاد هنا despite تبعها ing although. شنو قلنا كيتبعها؟ كيتبعها subject verb. دونك غنحاولوا تشوفوا كي نديروا هنايا although Jim. Jim غنبدلوا الفيرب من هنايا being. being here to be. إذا نخرجوا من الفيرب في البريزون وفي الباسي بحال بحال، غتعطينا إما إيز ولا ووز، فين ما درنا ماشي مشكل. Although Jim is an expert ولا although Jim was an expert he couldn't recover his files from his hard disk. ها هو أنتم كتشوفوا التصحيح هنا شنو عطاو؟ قال لك أسيدي إيز ولا ووز بحال بحال. expert he couldn't كذا 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 كذا. نمشيو للسؤال الثالث. We lost the game because our goalkeeper was not in good physical condition. If هنا conditional type 3. قلت كان بعض اخوانتي يسولوني على conditional type 2، قلت لهم دير على conditional type 2 راه ما عندكمش مقرر، عندكم conditional type 3. اذا راه هي اللي عطاوكم هنايا. We lost هانتا الباسي. اوكي هانتا was not في الباست. الباست. قلت لكم اللي تبغوا تبداو الجمله فينا هي because ها هي. جبدا الجمله ديال السبب. سبب لا كوز. غنبداو بهذه وغنقولوا if our goalkeeper. نردو هذا الباس، نردو الباس بيرفكت هاد، وعندنا نيجاسيون غنحيدوها وغنقولوا if our goalkeeper had been in good physical condition ونديروا فاصله كما we couldn't ولا wouldn't. حيت ما كايناش هنا لا نيجاسيون غنديروا wouldn't have lost the game. ها هي راجعوا الدروس. هذا ماشي مقام ديال مراجعه الدروس، هذا مقام ديال التصحيح. دونك our goalkeeper if our goalkeeper had been in good physical condition we wouldn't have lost the game ولا we would have won the game. لعبنا هنا على الضد ديال لوز ودرنا won. دونك اللي درتي فيها صحيحه. هذه هي القاعده اللي لكم انايا، هذه هي القاعده الثانيه اللي بغى يلعب على الضد ديال الكلمات. واخا نمشيو للتمرين الثاني. التمرين الثاني الفانكشنز هاد العام ما عطاكمش غير الربط، عطاكم الربط زائد صايب حوار. وغتلاحظوا هاد القضيه حتى في الرايتين. عندكم كريم ويل ديفينتلي جون اس ذيس ايفنين. ديفينتلي شنو كتعني؟ سيرتينتي. ام سيرتين تاكد. اذا كتعني سيرتينتي. ها هي السي رقم واحد كتقابلوا السي. ثانيه اي شودنت هاف ترايد تو فيكس ذا كمبيوتر ماي سيلف. ما كانش عليا. راه صايبت، راه خربقت في البي سي، بغيت نحاول نصايبو ولكن ما كانش عليا. شنو هذا؟ اكسبريسين ريغريت. ها هي regret. اذا رقم جوج كتقابلها نمشيو. write appropriate responses to the following situations. دونك هاد السيتياسيون غتجاوب عليهم. قالوا لك هنا reading books is better than watching movies.
قراءة الكتب خير من مشاهدة الأفلام. عبر على الأوبينيون ديالك، غتقول in my opinion reading books is better، ولا تقول in my opinion watching movies is better، ولا دير المهم تقول in my opinion ولا as to my eyes ولا for me ولا according to me ولا as I see it اللي عجبك. نمشيو لهادو رقم جوج. Your friend can decide whether to buy a tablet or laptop. صاحبك ما عرفش شنو يشري، واش لابتوب ولا تابلت. أعطيه نصيحة. أيوا النصيحة. You should buy a laptop. You ought to buy a tablet. You think you'd better. كان اللي كيدير I think عادي يزيد لها الأدفايس. مزيان رائع ماشي مشكل. I think you'd better buy a tablet. استعمل أي أسلوب ديال. وكان الإخوان اللي داروا you'd better decide whether to buy. لا سيدي ماشي you'd better decide، من الاحسن لك انك تقرر واش تشري وكذا، تشري لابتوب ولا تابلت. وما عطيتيش نصيحه، استعملتي الاداه الاسلوب صحيح، ولكن الجمله اللي تبعتي راه خطأ، رغم اننا كنتجاوزو كنحسبو صحيح لانك ركزتي على الاسلوب بزاف، ولكن راه الجمله راه ما تقدر تمشي لك فيها اربع نقطة نص نقطة الى اخره. داكو. بالنسبة للجديد ديال الرايتين هذا العام كان مفاجأة، هما بقى 19 رايتين واحد تقسم، عطاكم الفقرة بنية الفقرة هي اللي كنت هضرت لكم عليها بإسهاب، قلت لكم topic sentence ها هي topic sentence. My favorite sport is بلا 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 بلا. ها هو انت غتزيد هنا غير فوتبول، سهلوا عليكم مأمورية. نقطة، انت غتولي دير supporting details. I prefer this sport for the following reasons. اوكي أحب هذا الرياضة للأسباب التالية. دوك انا عطاك first، اعطي السبب الاول، ملي تساليه نقطه ودير سكند ولا سكندلي اعطي السبب، دير واحد ثلاثه الاسباب وسالينا. مزيان. بالنسبه لهذا الايميل هذا حتى هو هضرنا عليه، هضرنا على البنيه ديالو كما قلت لكم، راه بحالو بحال ليتا. ها نتوما هذا الفورمات هذا كما قلت لكم ما تهتموش نتوما بهذا الشكل، لان هاد لي بوطون اللي هنايا، هاد لي زونغلي اللي هنايا والبوطونات الى اخره، ما غاديش ديرهم نتوما، هما عطاوهم لكم فقط، كيولي بحال واحد الرساله. دير وريد فادر، دير كذا فاصله ترجع للسطر وتبدا، وغتقول لديك ديال I am writing this email to answer to respond to your مثلا complaint ولا شي حاجه، ودخل في الموضوع تبقى تعطي النصائح، ودير كما قلت لك بنيه الفقره، دير فقره واحده نورمالون، باراجراف واحد اللي غتخدم. فيرستلي مثلا يو شود كذا 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 كذا، وتبقى تعطي النصائح ديالك تتسالي. اذا هذا كل ما في الامر، سمحوا لي انا كنهضر على عجاله لان مازال تابعني التصحيح ديال الاوراق. كنتمنى ان شاء الله تكونوا يعني خدمتوا مزيان، الامتحان راه كان في مستوى، وكنتمنى اللي ما توفقش في الدوره هذه ان شاء الله في الدوره الثانيه، ان شاء الله ما تنساوش الا عندكم شي تساؤلات او شي دروس ما فهمينش او شي فيديوهات بغيتوا يتعاودوا، ما تنساوش الاقتراحات يعني تكتبوا وتعلقوا على هذه الدروس هذه، وتقولوا لي شنو هما الجوانب المظلمه او الجوانب الغير واضحه في الدرس، وان شاء الله غادي نوضحهم اكثر. وما تنساوش ديروا سبسكرايب او لايك الا بغيتوا لايك، ما مهمش، سبسكرايب باش يوصلكم جديد القناه. ودمتم بخير، ودعوكم في رعايه الله، دمتم بخير، والى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله. كان معكم وراء الميكروفون الاستاذ حسن كموس، والسلام عليكم.